اهلا بحضراتكم من جديد كابتن عمرو، وانا بتفرج دلوقتي على اهدافك ما شاء الله. عمرو الحلواني مميز في الكرات الثابته، مين اللي علمها لك؟ اكيد علمتها في الناشئين دي. طبعا يعني كان كل المدربين وانا صغير كانت دي موهبه كابتن اسامه. بس كان في مدربين كتيره بتمنيها عندي يعني. كابتن بدر رجب دايما كان بيلعب معايا الفاولات، زودها لك. كابتن مجدي طلبه كان دايما بيلعب معايا الفاولات. كان انا هو نخش تنافس مع بعض على طول. كابتن علامه يهوب ساعات كان بيجي يلعب معايا فاولات. كنا بنلعب على حاجه عشان يبقى الموضوع سخن وكده. فهم بصراحه هم صغيرين كانوا شايفين اللي انا في الكوره الثابته كنت بعملها كويس، فطول الوقت كانوا بيعلموني. وحتى كابتن مجدي طلبه كان ساعات برضو بيعلمني ازاي اوقف الكوره بطريقه معينه، والاتجاه بتاعك بطريقه معينه، ويخليك تجرب كذا تكنيك معين. كابتن بدر رجب برضو كان بيخليني برضو تكنيك معين. كابتن علامه يوب، لا في مدربين كتير جدا بصراحه علموني الحاجات دي كلها. يعني الاجاده اللي احنا بنشوفها في الكرات الثابته من عمرو الحلواني في الدوري الممتاز دلوقتي هي اصلها ترجع للنادي الاهلي وانت صغير. مليون في المية، مليون في المية. يعني بعد ما اتعلمت كل اللي انا فيه، التربيه اللي اتربيتها في النادي الاهلي يا كابتن اسامه، ازاي تبقى لعيب محترف، ازاي تبقى لعيب ملتزم، ازاي تبقى قلبك على النادي اللي انت تلعب فيه، ازاي تبقى مش عايز تخسر عايز تكسب، ده جاي نتيجه اللي انا كنت في الناشئين النادي الاهلي متعود على كده ومربينا على كده.